المسلمين هالكلام. طيب، ثم كان في درس ماضي أنا قلت إنه السماء خلقت قبل الأرض، ولكن الأرض خلقت قبل النظام السباعي للسماء. في عندك السماء وفي عندك السماوات. فطبعا بعض الناس قال في إجماع إنه بين المفسرين بإنه الأرض خلقت قبل السماء. طبعا أولا هذا ادعاء الإجماع، هذا كلام غير صحيح. وأصلا حتى من السلف الصالح مثل قتادة، مثل مقاتل، مثل السدي، هذول الناس قالوا إنه السماء خلقت قبل الأرض. كيف يعني بنقول إجماع ومن سلف الأمة بقولوا؟ هاي واحد. مثلا الطاهر ابن عاشور من كبار مفسري العصر الماضي، القرن الماضي، برضو يرجح القول أن السماء خلقت قبل الأرض. السماء خلقت قبل الأرض. وأما اللي قالوا زي مقاتل والسدي وغيرهم استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أجوا لك ردوا عليهم وقالوا لهم: لا، ما هو دحاها شو معناها؟ ما هو دحاها على فكرة يعني مهدها وجعلها صالحة لاستقرار الإنسان، هذه دحاها باختصار. أما اللي بيقولوا لكم دحاها من الدحية والدحو والبيض وما بينسى الكلام هذا كله. هو ليش أصلا عش الطير سموه دحو؟ لأنه يمهد من أجل أنها تبيض فيه. هو تمهيد، والتمهيد من كله من أجل أن يستقر الإنسان. فقالوا لهم: هذا مش خلقها، هذا تمهيدها. فالآن بدنا نبين لكم كيف الاستدلال يكون في مثل هذه المسائل، الاستدلال. لأن أنا سبق قلت أنه القرآن قال السماء قبل، ونشوف. وانتبهوا لكلمة سماء لما بقول سماء ولما بقول السماوات. وعلى فكرة في القرآن كله، في القرآن كله، هذا مش استدلال، في القرآن كله دائما السماوات قبل الأرض. لما بيذكر السماوات والأرض ولا مرة قدم الأرض، دائما يقدم السماوات. السماوات والأرض، السماوات والأرض، سماء وفي سماء. وإحنا سبق قلنا السماء علو والأرض تحت اللي بتستقر عليه. أي شيء بتستقر عليه أرض، فوق سماء. طب والسماوات؟ معناته السماوات الكلام عن السبعة، لأنه الخلق مش بس السبع سماوات. وسع كرسيه السماوات والأرض، وإحنا سبق تحدثنا في معنى كرسي، ما يروحش بالكم لكرسي زي هالكرسي. وتحدثنا عن الكرس وإيش هو الكرس، وتحدثنا عن العرش وإيش العرش، لأنه العرش هو اللي بيحتوي كل شيء، والعرش أضخم من من الكرسي، والكرسي أضخم كثير من السماوات السبعة. فإذا قال السماوات يعني السماء، إذا قال السماء معناته مش محددة، سماء فوق. طيب، طب نشوف الآن، الآن بدأخذ آيتين، آية في البقرة هو الذي خلق لكم، في البقرة هي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. انتبهوا، استوى إلى إيش يعني قصده؟ لاحظوا هون استوى إلى، في عندنا استوى على وفي عندنا استوى إلى. استوى إلى معناته قصد بإرادته الكاملة، بإرادته الكاملة. ثم استوى إلى السماء، هيها مفردة، فسواهن سبع سماوات. إذا كان في سماء وما كانش في نظام سباعي، سماء وما كانش في سماوات. ولذلك لو قيل إنه الأرض خلقت قبل السماوات السبع صح، قبل النظام السباعي، بس قبل السماء حقيقة منشوف،
ذككوا معي مشان برضو نشوف كيف لازم ننظر في النصوص، لاني لاحظت حتى الأدلة اللي بيطرحوها كثير من الناس انه السماء قبل ولا الأرض قبل ولا مع بعضهم، الغريب انه الاستدلال ما بيكونش مدقق في النصوص، الاستدلالات مش صحيحة كلها. هون مش عم بينتبهوا في فرق بين السماء وبين السماوات. السماء ما كانتش في يوم من الأيام سبعة، ثم صنفها الله سبعة وضع لها حدودها، وضع حدودها، مش معناته خلص فيش سماء بعد هيك كمان، في سماوات سبع. طب وفي غيرهم؟ في، تمام. طيب، إذن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، طالما قال جميعا دققوا معي، قال طالما قال جميعا إذن اكتملت الأرض بما في تمهيدها ودحوها وكل شيء مكتمل، هي قال جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا خلق لكم في ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء. إذن هاي في سماء قبل، لحظة، هاي في سماء كاين، إذن هاي في سماء كاين، ثم استوى إلى السماء، موجودة ولا مش موجودة السماء؟ لحد الآن هي موجودة السماء، يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، السماء موجودة، مش استوى فخلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن هون التصنيف سبعة، هذه آية إيش؟ البقرة. بس بدي أذكركم قبل ما أجي للآية اللي بعدها،